إذا طلعت. ما ضل غير أقطع التكت وأحجز وسافر. كان بده كريم؟ إيه كان بده كريم، جاب له ظرف كبير كتير. اخذ هدول حملون. دقيقة تعي ساعديني. قبل ما أروح بعمل لك وكالة، فيك تطلقي إمتى ما بتحبي. وبتخلصي مني. وينه مراد؟ عم يلعب برا بالحارة. رح أعمل شو ما بدك، بس هلأ لا تخبري أي حدا لحتى سافر. كتير تعبت أنا فاطمة. وينك؟ أنا أجيت. أوه كريم كمان هون؟ شو جبله؟ عم يحكي على الظرف، شو كان فيه؟ قلي. ولا شي. كيف ولا شي؟ يعني الظرف فاضي؟ سر يعني ما بدك تحكي؟ لتكون مقدم على شي شغل ووافقوا عليك. معناتها مانك مسافر؟ ما ليك كريم، المسويات بدنا نزورهم لاصحابين البيت. ليش خطر لك يعني؟ نسيتي لما اجوا يزورونا كيف استقبلناهم بالصريخ والزعيط؟ الله وكيلك، سيرتنا صارت علكه بتم كل الجيران. شفتها للست بيان بالسوق؟ قالت لي لا تواخذونا. وقال شو؟ قالت لي طلعنا اخذين فكره غلط عنكم. مفكرتني ما بعرف انه هي حاكي للجيران. ولما عزمتني لعندها قلت لها اليوم مساء بنجي لعندكم. اكيد بدها تعرف كل القصه. لازم نخلي الجيران يغيروا فكرتهم عنا. لك روحوا انتوا، انا ماني رايح. شو قلتي؟ لا طالعي لخلقي بجن عليكي. ها ماشي منروح. منروح. شو صاير بغيابي؟ طلعي فيني، صايرة عم تسمعي الكلمة. برافو عليكي، هيك بدي اياكي. بعد عيني بعد، ماني ناقصتك. منير بيك ما رجع دق لي لمعي. بكره بحكي معه بشو شو صار بالبيعة. ايه شو عيني؟ خلصت شغل لحتى جاية تقعدي؟ خلصت. ما بصير نروح لعند العالم وإيدنا فاضية، عيب. ايه معك حق. مرت أخي والله مو جاي على بالي روح. شو حكينا من شوي؟ بتقولوا إني سخنانة أو مريضة أو أي شيء، والله مو جاي على بالي روح معكم. نحن أصلاً رايحين مشانك أنت وجوزي، العالم بدهم يتعرفوا عليكم أنتو. لازم نروح كلنا سوا ونورجيهم إن نحن عيلة مثل كل العيال هون، ولا رح يعرفوا قصتنا؟ يا ويلي إذا بيعرفوا، ننفضح هون كمان. وقتها لازم نغير البيت. بعدين جوزك قال بده يروح. يعني أنت ما بحق لك تحكي؟ لما الزلمة خبرني قلت لحالي بتكون حامل، بس لما أنا رحت شفت حالتها قلت لها يلا دغري على الدكتور. شو جايبة معك بالكيس؟ شوية أعشاب مشان الخلطات تبعي، صار في طلب على أدويتي هون، بس هلأ تعباني المسا بشتغل فيهم. ما رح تفضي عنا زيارة المسا. لعند مين إن شاء الله؟ رايحين نزور أصحابين البيت. فاطمة خرسي، حتى لا يشكوا بتصرفاتنا، رايحين نفرجيهم قديش نحن عيلة ظريفة. قلت لك خرسي. راح نمثل يعني. لك حاجة تخبصي ولا؟ الجماعة عم يحكوا علينا، لازم نسكر لهم تمهم. خلونا نوحد كلامنا لأنه ما بصير كل واحد يحكي لحاله. إيه مزبوط. وأنت لا تحشر حالك عيني، لا تغلط قدام الجماعة وتفضحنا. ماشي رايحة أشوف كريم. الله معك. اسأليه كمان بالله شو كان في بقلب الظرف اللي إجا اليوم. أنا سألته ما رد. لا سمح الله ليكون في شي مو منيح. لمعي روح جيبه لمراد، طول النهار وهو بالشارع، جيبه مشان نحممه حتى يروح معنا المساء. رح نديله. وأنت لازم تلبسي محبس بإيدك، مو معقول نقلن عروس وما في بإيدك محبس. ومين يلي قالك إنه أنا عروس؟ بالله ضايقتي ليقوم هرقصبك. ها كيف كريم؟ شو هاد؟ طالعت الفيزا. صمم تروح؟ صمم.
لوين؟ الفيزا من القنصلية البلجيكية لبلجيكا. ايه ما فيني الا غير الله يوفقك.